برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن أنا وأحمد لسه بنتكلم على الشياكة اللي شفناها في بعثة فريق الأهلي امبارح، والبدل والفوتو سيشن الحقيقة اللي اتعملت، أو جلسة التصوير قبل طبعا ما يسافروا علشان كأس العالم للأندية أو المونديال. وفيفا يمكن أشادت بالموضوع ده وقالت قد إيه إنه النادي الأهلي مستعد بقوة، وإنه في شياكة كبيرة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، وده يمكن إحنا متعودين عليه، بس الجماهير بقى لها فترة يمكن ما شافتش اللعيبة بالبدل دي. والحقيقة إنه الاستقبال وشكل البعثة وهي في المطار يفرح، يعني يفرح إنه هم قد إيه هم رايحين، كل لاعب ماسك موبايله بيوثق اللحظة من وهو طالع الطيارة وهو وصل المطار، لأنه فعلا كل لاعب من دول بيعيش لحظات تاريخية. المشاركة في كأس العالم للأندية مش سهلة، ومش بتيجي كل يوم ولا كل سنة، وكل لاعب يعني مبسوط إن هو بيعيش الأجواء دي. يا طبعا أحمد طبعا، يعني في فرحة كبيرة. خلينا نقول